واضح طبعا زي ما حضراتكم تابعتوا ان الناس عندها ثقافه كويسه جدا فيما يتعلق بارتباط التغذيه السليمه بصحه ونضاره البشره، وده موضوعنا اللي احنا هنتكلم عنه طبعا بشكل مفصل بشكل طبي اكتر. هنتكلم عن التغذيه السليمه، اسلوب الحياه، ممارسه الرياضه، ازاي كل ده بينعكس اكيد بشكل مباشر على البشره. بينورنا في الاستوديو دكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. صباحك صباح الورد. بنسبه كام في المية التغذية بتساهم في يعني صحة البشرة والشعر والأظافر؟ 100%. 100% على طول كده قول واحد يعني 100%. هقول لحضرتك حاجة، ساعات انت تقابلي ناس كده تلاقي وشهم تقولي ده فلان ده شكله كده أصغر من سنه، أو فلانة دي تبان سنها شكلها أكبر من سنها، ده قلة شرب ومية وأكل مش مظبوط. على طول يبان على الوش. يعني أحد أسباب ظهور التجاعيد المبكرة هو التغذية غير صحيحة. فطبعا التغذية الصحيحة بتلعب دور مهم جدا في سلامة الجلد، وسلامة الجلد يعني سلامة الأعضاء الداخلية. خلي بالك الجلد هو الحائط الصد الطبيعي اللي بيحافظ على الجسم. ايه الحاجات اللي حضرتك بتنصح بيها في التغذية، وايه الحاجات اللي بتنصح ان احنا نبعد عنها؟ شوفي، اولا بصفة عامة لازم نشرب ميه كتير صيف شتاء. قد ايه؟ يعني 3 لتر في اليوم. وطبعا انا مش هقدر اشرب 3 لتر مره واحده. بس 3 لتر ده اللي هو 3 ازايز ميه معدنيه كبار؟ هي الكبيره لتر ونص، يعني ازازتين. ازازتين بس انا بعمل ايه؟ في ازايز بتبقى صغيره اللي هي ملو من ميه حنفيه، انا ما بقولش نجيب ميه معدنيه. الازايز الصغيره دي تبقى كام ازازه في اليوم؟ عاملها بصي، هي الازازه 3 ارباع لتر، يبقى الازازتين يبقى 4 ازايز في اليوم. 4 ازايز صغيرين. دول اعمل ايه؟ على المكتب جنبي اذا كنت بشتغل، ست البيت جنبها ويحطها في المطبخ في الصاله عشان ما تنساش، في اوضه النوم انام بالليل جنبي، اصحى بالليل اشرب بق. طول ما انا بعمل كده طول ما انا قاعد بق. مش لازم استنى لحد ما اعطش خالص، وفي نفس الوقت عشان لما اشرب ميه كتير نفسي تموع عليا. بق كده على مدار اليوم، ده بالنسبه للجلد حياته. أيوة. الميه اساسا بالنسبه للجلد. نمره 2 بعد كده السلطه الخضراء. السلطه الخضراء اللي فيها الاتي: الجزر، الفلفل اللي هو الالوان، الجرجير، الطماطم، والخيار طبعا. دي مكونات اساسيه جدا مهمه لنضاره البشره. الخضروات الورقيه. الخضروات والجزر مش خضار يعني، ده يعتبر ساق مش يعني مش ورق. وايه كمان غير ال بعد كده حضرتك طبعا لازم نحافظ على البروتينات، بس احسن حاجه في البروتينات السمك خاصه التونه. وحتى كان سالني قبل كده التونه في علب ولا هي ده لحم تونه وده لحم تونه. يعني لو عملنا السلطه الخضراء اللي حضرتك بتقول عليها وقطعنا عليها تونه يبقى كده وجبه متكامله. ده سوبر فود. سوبر فود. في سوبر فود تاني حضرتك كنت عايز تقول لنا عليه، كنا بنتكلم فيه قبل الهوا، عشب او اعشاب بتتشرب مش كده؟ هي ورق شجر. ورق شجر. نبات اسمه المورينجا. مورينجا. ده ابتدينا في مصر نعرفه قريب، لكن طبعا هو نبات اسيوي وابتدى يتزرع في مصر. تمام. يعني عايز اقول موجود في الصيدليات؟ هو لغايه دلوقتي لسه ما بقاش في الصيدليات، بس هو موجود في مركز قومي للبحوث، اعتقد في مركز بحوث زراعيه عندهم برضه منفذ او عند العطارين. النبات ده الدراسات الحديثه كلها يعني بتبين القيمه الطبيه بتاعته حاجه غير عاديه. ايه القيمه الطبيه بتاعته والغذائيه وطريقه عمايله ازاي؟ بصي انا هقول لك حاجه، مثلا اخر دراسه دي منشوره لسه من كام اسبوع، لقوا ان المعلقه صغيره البودره بتاعته زي الشاي كده بتعمل يعني. المعلقه الصغيره دي فيها احتياجات الانسان اليوميه بيكفيها من الحديد والكالسيوم. ولما اقول الكالسيوم طبعا دي كلمه هتهمنا كلنا طبعا، لان طبعا دلوقتي بقى فيها شاشه عظام عندنا في مصر خصوصا عند السيدات بسبب نقص فيتامين د، فانا محتاج كالسيوم، والناس الكبار محتاجين كالسيوم والشباب وكله. فلما تبقى معلقه كده بتديني احتياجاتي اليوميه، ده يعني حاجه عظيمه جدا. غير ان في مضادات اكسده، كل الفيتامينات بقيه الفيتامينات، في معادن، وبيبتدوا يعملوا عليه ابحاث اكتر دلوقتي، فده مهم جدا. انما ما ياثرش على الوزن؟ لا لا خالص. اللي بياثر على الوزن الاكل والسكر. ده مشروب يعني، انا كل يوم بالليل لازم بشرب كوبايه. بتبقى تعمل ازاي؟ زي الشاي يعني، معلقه وتتحط وتدلق عليها ميه معلقه. تمام. هل طعمه يعني مستساغ ولا محتاج يتحط عليه عسل او سكر؟ لا لا لا، هتبقى زي الشاي حضرتك، في ناس ما تقدرش تشربه غير سكر. كويس. انا بشربه غير سكر، وده بشربه غير سكر، بس معلقه سكر ممكن تحطي معاه نعناع. يا سلام كمان لو حطيتي معاه ورق نعناع زي الشاي هيبقى طعمه رائع. لما انا بشربه بالليل بنام يعني نوم هادي جدا، الجهاز الهضمي بيبقى مستريح جدا، يعني فعلا ليهم حق يسموه السوبر فود. تمام. طيب فانا بنصح الناس بيه يعني. خلينا ناخد اول تليفون معانا. علا صباح الخير.
اهلا اتفضلي. صباح الخير يا دكتور هاني. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. بعد اذن حضرتك، انا كنت حامل وبعد الحمل طبعا ظهر الكلف والنمش. فحضرتك قلت انه ملوش علاج خالص الا غير الليزر بس. لا لا، انت قلتي حاجتين، في الكلف والنمش. لا نمش الحمل. انت قلت في كلف حمل ولا ما سمعتش؟ قالت في كلف. موجودين بس الاكتر مثلا النمش. فاحنا عندنا النمش علاجه الوحيد الازاله بالليزر، فعلا ملوش كريمات. اما الكلف ممكن ليه علاجات كريمات تشيله في خلال شهرين او ثلاثه. وانا كاتب على فكره الكريم اللي ممكن كذا كريم اللي ممكن نستعمله مع الكلف في البوست موقع مع صفحه عندي في فيسبوك. انما النمش فعلا لازم الليزر. طب حضرتك انا مش عارفه اوصل للعياده بتاعت حضرتك خالص، مش عارفه اتواصل مع حضرتك خالص. مش على مش الصفحه عارفة تتواصل لا معك في العياده، مع حضرتك في العياده. لا العياده حضرتك تكلمي في التليفون. حاولت هنا ما ينفعش. معلش انا عندي زحمه شويه، حاجه تكلمي بقى الساعه 5 بعد الظهر. خلاص ماشي حاضر. هو ممكن النمش يظهر بعد يعني كاثر من اثار الحمل؟ لا لا لا، هو لا. كلف بس يمكن هي مش عارفه. النمش عندها استعداد من الاول، النمش استعداد وراثي. بيبقى هتلاقي دايما تلاقي الاب او الام او كده، بس اللي بيزوده التعرض للشمس. طيب حضرتك قلت المورينجا دي هنحتاج مثلا كم كوبايه في اليوم نشربها؟ كوبايه واحده كفايه. وما بتسببش نعاس ولا اي حاجه يعني؟ لا 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 خالص. لان حضرتك كنت بتقول قبل النوم بتخلي النوم هادئ، فهل هي يعني انت عارفه بقى مفيش مغص مفيش قلق يعني؟ هي ما بيبقاش في التوتر اللي قبل النوم، هي بتقلل التوتر. حضرتك اتكلمت عن الكالسيوم، طبعا لما نتكلم عن الكالسيوم بنتكلم عن فيتامين دي عشان امتصاص الكالسيوم. صح، دي معلومه صحيحه ولا لا؟ ده حقيقي. ودي مشكله عندنا، ازاي يبقى عندنا ضمانه ان الجسم فيه فيتامين دي بشكل كافي؟ احنا بنحصل على فيتامين د عن طريق الشمس. أنا ببعت أشعة الشمس فوق بنفسجية، بس خلينا نفرق الأول بين أشعة الشمس فوق بنفسجية لأنها نوعين. في أشعة قصيرة الموجة ومتوسطة الموجة، دي مؤذية جدا، ودي اللي بتبقى في فترة الظهيرة. يعني صيف شتاء على فكرة. أيوه. مش الناس بتفتكر الشمس بتاع الصيف بس، لا دلوقتي. الظهيرة دي لو من وقت الساعة 12. من 12؟ هي 12. وأقول بقى قبلها في الشتاء. 11 لواحدة. أوكي. إنما في الصيف من 10 لغاية الساعة كده 2 أو 3. دي بتبقى مش كويسه. يعني نستنى لبعد 2 او 3 او الصبح. يعني من بعد الشروق، من بعد الشروق بقى 7 8 9 دلوقتي 10 دي كويسه جدا. الساعه برده 3 4 كويسه جدا. اشعه فوق بنفسجيه طويله الموجه دي اللي بتكون فيتامين د. التعرض للشمس في اثناء قياده السياره مثلا، يعني حد سايق العربيه هو بيتعرض للشمس، بتدخل له الشمس من خلال الازاز. ده كده نقدر نقول ان هو تعرض للشمس ولا للاسف لا؟ تخيلي الازاز الشفاف ده ما بيعديش اشعه فوق بنفسجيه، هو بيعدي الضوء فعلا. انما اشعه فوق بنفسجيه لازم مباشره على الجلد. يعني ولا هدوم ولا ازاز. في ظل اللايف ستايل بقى اللي احنا عايشينه دلوقتي، انه تصميم الشقق بتاعتنا، طبيعه الحياه، احنا تقريبا نص اليوم بنقضيه في المشاوير والقياده السيارات والى اخره، نعوض ده ازاي؟ ان احنا لازم. يعني انا يعني طبعا لازم اروح في مكان يعني ان شاء الله اطلع فوق السطح. واعرض الايد والرجل للشمس. يعني اللي شغال في شركه مثلا من الصبح لحد بالليل ده في عنده يومين اجازه. اوكي. يحاول، لازم نحاول نتعرض للشمس. لازم يخلق وقت يعني. لازم نخلق وقت للشمس. هل عمليات التجميل والتقدم التكنولوجي فيما يخص مثلا حقن زي البوتوكس وزي الفيلرز والليزر والى اخره، هل ده ممكن يعوض التغذيه فيما يخص البشره وان احنا يبقى شكلنا اصغر من سننا؟ هو هيخبي. انا بخبي يعني، انا عندي تجاعيد بحقن بوتوكس وبحقن فيلر على حسب المكان ده في الوش، فانا بخبي. ده مش علاج. التغذيه السليمه ممكن تغني عن استخدام الكريمات اللي هي الكريمات بقى اللي بتشيل التجاعيد، والكريمات الصبح وكريمات بالليل. بصي بقى تعالي كويس انك قلت الكلمه دي مهمه جدا. مفيش كريمات بتمنع ظهور التجاعيد. اوكي. ولا في كريمات بتعالج التجاعيد حتى اللي بيتقال عليها بالكولاجين، ولا 10000 جنيه اللي بيعملوا عليها اعلان في الفيسبوك. كلامي دغري. انا ما بخافش. اوكي. مفيش، ما تخلوش حد يضحك عليكم. مفيش كريم هيمنع التجاعيد يظهر. يقول لك الكريم اللي مش عارف ايه بيستعمله كل ما بيأخرش حتى ظهور التجاعيد خالص. طب امال التغيرات، بص التغيرات الفسيولوجيه اللي هتحصل لنا دي مفيش قوه تقدر تمنعها، دي هتطلع هتطلع. ده سنه الحياه. ما هي الفكره هنكبر تطلع امتى هنكبر. بقى يعني هي الفكره هنكبر امتى والا بقى هخترع دواء الواحد بقى يعيش 160 سنه. يعني الحل الوحيد الفيلرز او البوتوكس لو ظهرت. لو ظهرت هو الحل الوحيد. ليه او الليزر طبعا. يعني في كذا وسيله للتعامل مع التجاعيد. اوكي. وطبعا التجاعيد خلي بالكوا هنا او هنا غير هنا غير هنا. صحيح. والرقبه
والرقبه حاجه ثانيه دلوقتي. في ثريدز يعني خيوط. فكلها وسائل عشان يعني اداري بيها اللي موجود. وبعد سنه او سنتين هضطر اعملها ثاني زي الميك اب. انما اي حد ينزل كريم ثمنه مش عارف كذا 1000 يقول لك ده بقى هيشد جلد وهيعالج التجاعيد، ده كلام مش مهم. هل الخيوط دي مع الوقت بترهل الجلد اكتر؟ لا لا هو انت ما بتعملها هي مترهله بس احنا شدينا وتقريبا بيبقى ليها مده زي ايه 6 شهور او سنه؟ لا لا بتوصل سنتين. سنتين الخيوط الكويسه بتوصل سنتين. ترجع للوضع الاولاني ولا ترجع فيها ترهل اكتر؟ لا زي ما كانت. انتوا عارفين الخيوط بتعمل ازاي؟ احنا يعني اتعرض قبل كده بدخلها كده فبتشد كده عشان الرقبه او الحته اللي نازله هنا. فيها بعض العمليات التجميليه اللي بتشد الوش بس من خلال عمليه، يعني بيشد مثلا الجبهه بيشد كده وشد والكده بتبقى من ورا الودن، في حاجات كده يعني حاجات كلها فيها ساديه يعني حاجات مرعبه قوي. لا التكنولوجي ده ابتدى يقل دلوقتي خلاص يعني بعد دلوقتي في طرق دلوقتي حديثه لحقن الفيلر في حاجات تقولي دي مش ممكن الا بجراحه. زي ايه؟ برضه في الوش. منطقه العينين ليها ليها علاج؟ منطقه العينين كل العينين وفوق العينين وجنب العينين كل حاجه ليه دلوقتي. في راي يا دكتور كان بيقول فيما يخص ناخر ظهور التجاعيد ان نبتدي نحقن فيلرز او بوتوكس واحنا لسه ما طلعناش تجاعيد. البوتوكس تحديدا او البوتوكس؟ لا ده كلام تهريج طبعا. مش حاجه اسمها كده. يقول لك يعني من وهي عندها 30 او توصل لسن ال 30 تبتدي بقى تدخل تظبط قبل ما يطلع لها. ده كلام مش مظبوط. احنا بص بنقول دايما الوقايه من التجاعيد المبكره وليس الوقايه من التجاعيد. اصل في ناس بيجي لهم تجاعيد مبكره، التجاعيد العاديه بتيجي في اواخر الثلاثينات او الاربعينات، دي هتيجي. انما في ناس بتجي لها تجاعيد بدري في العشرينات. دول اللي هم مين بقى؟ اللي بيقعدوا في الشمس كتير، اللي بيشربوا سجاير، اللي ما بيشربوش ميه كتير، اللي بيقعدوا تحت الاضاءه. لا ما لا مش لا لا الشمس الاشعه فوق السجاير بالذات مش الضوء ده ما تخافيش. كويس؟ طبعا بيتعرضوا للتوتر. طبعا. الارهاق الشديد، السهر الشديد، الحاجات دي بقى هي اللي بتطلع تجاعيد قبل ميعادها. دي اللي انا ممكن اعمل منها وقايه. الميك اب والكريمات اللي هي اس بي اف، هل دي مهمه؟ لا الاول الميك اب ده برضو من اسباب ظهور التجاعيد المبكره. الناس اللي بتحط كيلو وتخرج في الشمس او تنام بيه. الموضوع ليه علاقه بنوع الماركه نفسها، نوع جوده المنتج، ولا الوقت الطويل اللي الواحد بيفضل الميك اب على وشه؟ بس الميك اب لو احسن ماركات في الدنيا وقعدنا فيه في الشمس خطر. لو سبناه على الوش كتير خطر. انما لو بدانا نستخدم ميك اب كمان حاجات تحت السلم الاخطار اكتر طبعا. هتعمل حساسيه وتعمل التهابات وتعمل بقع سمراء. لو ماركه زي ما بيقولوا كده نظيفه وليها اسمها وبيبقى العنصر الاس بي اف فيها 15 مثلا، وبحكم شغل زي شغلنا كده احنا تحت الاضاءه طول الوقت، هل فعلا مهم ان احنا نبقى حاطين حاجه فيها اس بي اف ولا مش تفرق؟ لا مش تفرق. يعني لا مش تفرق. يعني كل ده برضو و15 ده يعني حاجه ضعيفه جدا يعني. احنا هنا في مصر عايزين بلس 50 يعني. يعني مفيش امل يا دكتور هتصحى؟ لا في امل. لا 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 في امل. احنا عايزين الامل. امل فين؟ اللي انا قلته في الاول نشرب ميه كتير. الامل في الله طبعا. طبعا طبعا ونعم بالله. نشرب ميه كتير قوي قوي. ده حاجه في منتهى الاهميه. وبعدين الاكل الصحي. الاكل الرياضي مش مكرونه كتير. طبعا الرياضه بتلعب دور جدا. طبعا الرياضه بتلعب دور. وما نستحماش بميه ساقعه في الشتاء. ايوه استحمام بميه دافيه عشان نوسع الاوعيه الدمويه يحصل تدفق الدم في الجلد اكتر. هل الفايده بتوصل للبشره فقط؟ التغذيه الجيده بتبقى للبشره فقط ولا للشعر كمان؟ للشعر والضوافر كله. اللي ما تلاقي ساعات حد يقول لك انا ضوافري متكسره تلاقي ده ما بياكلش كوم. الفيتامينز اللي بتتاخد للشعر والضوافر والبشره هل دي بتكون تعويضيه عن يعني مكمل غذائي مثلا؟ لا مهمه 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 لان احنا ما بناخدش فيتامينات. احنا ما بناكلش كويس. البروتينات اللي بتتاخد في الجيم بعد الـ بعد الـ البروتينات اللي بتتاخد اضافيه يعني في شكل كبسولات في الجيم دي حضرتك بتنصح بيها ولا لا؟ بص في بالنسبه للجيم وبالنسبه للولاد في حاجتين، في الانجكشن الهرمونات دي في منتهى الخطوره. دي حاجه قاتله وانا انصح الشباب ما يعملوهاش. الهرمونات دي حاجه خطيره جدا. انما في سبلمنتس بقى البروتين زي الواي بروتين والحاجات دي طبعا دي ما فيهاش خطوره، ولكن زياده عن اللزوم بتعمل لود على الكلى. تمام. يا حضرتك بتفضل التغذيه اكتر من اللجوء للفيتامينز؟ الناس بتلعب جيم بيض لبن تونه. التونه طبعا. اللحوم بصفه عامه. في ناس بتبقى مرتبطه بان هي تعمل شيب للجسم فبيبقوا مضطرين ياخدوا لا اللحوم الطبيعيه. اللبن، البيض، الحاجات الطبيعيه.
انما الهرمونات خطر جدا وتؤدي الى وفاه بعض الحالات. لا لا يعني انا ارجو، لان الموضوع ده اتكلمت فيه كتير، الشباب ما يسمعوش كلام بعض المدربين اللي ما عندهمش خبرات طبيه، يقول لا ما تخافش ده كورس بس 3 شهور كده وهتلاقي شكلك وعضلاتك بقى. ده بتعمل مشاكل خطيره على الكلى وعلى الهرمونات وبتؤدي الى حالات فظيعه. صحيح. نشكرك يا دكتور، نورتنا. دكتور هاني الناظر، استاذ الامراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا النهارده. نشكرك يا دكتور، صباحك صباح الورد. مشاهدينا احنا بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، طبعا يومنا لسه بيبتدي. صباحكم صباح الورد. صباح الورد عليك يا ايمان. صباح الورد عليك يا مها وعلى كل مشاهدينا، وان شاء الله نشوف حضراتكم بكره في حلقه جديده.